مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر من شاشه شوف تي في. تم اجراء عمليه زرع كبد لفائده سيده كتبلغ من العمر 62 عام بنجاح بالمعهد الوطني للانكولوجيا في الرباط. وذكر المعهد الوطني للانكولوجيا في بلاغ ليه على ان هذا الامر كيتعلق باول عمليه جراحيه من هذا النوع كيتم اجراءها على الصعيد الوطني لسيده كتبلغ 62 عام. العمليه تمت بشكل مشترك من قبل مجموعه من الفرق الطبيه متعدده التخصصات بالمعهد الوطني للانكولوجيا ومستشفى بول بروس في فرنسا. هذه العمليه الجراحيه اللي استغرقت حوالي 12 ساعه عرفت اشاده الفريق الطبي الفرنسي بجوده المعدات الطبيه اللي كتوفر عليها المعهد الوطني للانكولوجيا في الرباط واللي مكنات من تحقيق انجازات هامه في مجال الصحه. وكيندرج هذا التعاون في اطار برنامج نقل الخبره والتمكين في مجال زراعه الكبد اللي كيربط ما بين المراكز الاستشفائيه المغربيه والفرنسيه. بهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهايه هذا الخبر، تبقوا على خير.